بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا الإكوليبريوم، الاتزان. يكون الجسم في حالة اتزان عندما تكون المحصلة صفرا. حسب قانون نيوتن الأول، عندما يتعرض جسم إلى قوة وتكون محصلة هذه القوة صفرا، هذا يعني إما الجسم في حالة سكون أو يتحرك بسرعة ثابتة. هنا أنا عندي الإكويجنز المستخدمة لإيجاد الرياكشنز. شنو عندي المعادلات الإكويجنز؟ عندي summation fx يساوي صفر، summation fy يساوي صفر، summation moment at a يساوي صفر. طبعا أي نقطة بالجسم، أو نقدر نستخدمها بشكل آخر، نقدر نستخدم summation fx يساوي صفر واثنين summation moment، summation moment at a يساوي صفر، summation moment at b يساوي صفر، على شرط نقطة a ونقطة b ليست على استقامة واحدة. أو نقدر نستخدم summation fy هنا أنا يساوي صفر وسميشن مومت آت A يساوي صفر، سميشن مومت آت B يساوي صفر. أو نقدر نستخدم بشكل آخر أن الثلاث معادلات هي مومت، سميشن مومت آت A يساوي صفر، سميشن مومت آت B يساوي صفر، سميشن مومت آت C يساوي صفر. هذه نقدر نستخدمها يا أما للجسم كامل أو لجزء من الجسم. نجي هنا نتعرف على reactions. أول مرة لازم نتعرف على اليمن على supports. supports عندنا أهم أنواع supportات. supports اللي هي منو؟ عندي hinge or pin. الhinge اللي هنا هسه واضح يعني بالشكل عندكم، هذا الشكل مالته أو يجيب هالشكل. هذا الhinge يقاوم لحركة الجسم أفقيا وعموديا، يعني ما يخلي يتحرك لا بالاتجاه الأفقي ولا بالاتجاه العمودي، يقيده. لذلك ردود الأفعال اللي يخلق ليها هو بيمن بالاتجاه الأفقي والعمودي، لكن ما يقيد لي دوران الجسم. يعني هذا ممكن أن يدور الجسم، إذن ماكو ردود أفعال للعزم، ردود أفعاله أفقية وعمودية. نلاحظ يكون بهالشكل، مثلاً هسه هذا إيدي هي تمثل مسند هنج مثبت على يمن على هذه العتبة البيم، مثبت عليها الحركة. هسه ما أقدر أحركه أفقياً ولا أقدر أحركه عمودياً باعتبار إيدي ثابتة هسه، بس إذا أفره هذا أدوره للبيم يدور. إذن شنو؟ أكو عزم، ما يقاوم لي يمنع حركة العزم. إذن ردود الأفعال مالته بالاتجاه الأفقي والاتجاه العمودي. نلاحظ حتى ذا يميل الهنج راح يكون ردود أفعاله عمودية وأفقية. نجي إذا الرولر. الرولر أدى عجلات مسنود على، أكيد العجلات الدور على سطح، راح يقاوم لي بس الحركة العمودية. يعني هو حركته يتحرك، لأن أكو عجلات يتحرك أفقياً، إذن أكو حركة أفقية، لكن عمودياً ما أقدر أرفع على الأعلى. يدور نعم يدور، يفتر الجسم، لذلك ما يقاوم لي لا عزم ولا حركة أفقية، يقاوم فقط الحركة العمودية. يكون عمودي على من على السطح اللي يدور عليه العجلة. نلاحظ هسه هنا بما انه العجله تدور على سطح مائل بزاويه 30، اذا ردود الافعال الرياكشن اللي الها يكون عمودي على السطح، بما انه السطح ميله 30 ويا الافق، اذا القوه رياكشن الرد الفعل ايش راح يكون؟ عمودي على السطح بزاويه 30 مع العمود، اذا معناها الرياكشن عمودي على اليمين على السطح اللي تدور عليه العجله. أدي إحنا أنا هسه إذا fixed end. fixed end يعتبر أفضل أنواع المساند. ليش؟ لأن يمنع لي الحركة من الحركة الأفقية والعمودية والدوران. يكون بهالشكل هذا هسه ثابت، لا أقدر أحركه أفقيا ولا أقدر أحركه عموديا ولا أدوره، يكون ثابت. لذلك دائما يستخدم البيم اللي يرتبط fixed، العتبة اللي نربطها fixed
شو تكون؟ تكون كانتليفر، يعني من الطرف الآخر حرة، ما بيها مسند آخر يحملها، يكفيها أن هذا المسند هو يقدر يرفعها. إذن دي يقاوم للحركة الأفقية والحركة العمودية والمومنت. اللحظة هنا أيضا حركة أفقية حركة عمودية مومنت، هنا من يكون مائل تكون بهالشكل عمودية عالية وموازية إلى العمودية تكون والمومنت. إذا عندي كابل أور كورد، الكابل أور كورد هذه بس قوة شد، هذا هسه دي يشد ليه للجسم يعني يجره. هنا هذا هسه من يشده للجسم السهم تنشن، يعني شنو شد؟ تنشن يكون الشد السهم خارج بعيد عن الجسم. أما الكومبرشن يكون السهم داخل إلى الجسم يعني يضغط الجسم. إحنا بالكابل أور كورد دائما قوة الشد دائما يكون بهذا الشكل. هنا هسه لو نلاحظ هذه الزاوية 30، من هنا حللنا القوة صارت تنشن بنفس الزاوية 30. إذا ميل هذا الكابل 3 إلى 4 مثلا، الميل هنا يكون 3 إلى 4، يعني يبقى الميل مادة ثابت بس السهم راح يكون خارج عن الجسم واللي يمثل لي الشد. هنا أنا إذا عندنا smooth surface، smooth surface اللي شقصد بيها؟ أقصد بيها أن الجسم مسنود على سطح أملس. إيش راح تتولد لي؟ تتولد لي قوة عمودية على السطح وليس على الجسم. يعني هسه اللحظة هذا الجسم عمودي، مدى مو عمودية عليه هي، وهذا مائل مو عمودية عليه. عمودية عليه من هاي الرياكشن؟ عمودية على السطح المسنود عليه هذا الجسم. اللحظة هسه بالنسبة لهذا الجسم الميل مالته 5 إلى 12، مائل مسنود على سطح مائل، الميل مالته 3 إلى 4. إذن الرياكشن شلون راح تكون؟ هذه راح تكون عمودية على السطح المائل اللي الميل مالته 3 إلى 4، راح تكون ميل الرياكشن 4 إلى 3. هسه نلاحظ هذا السطح مسنود على سطح عمودي، إذن القوة تكون عمودية على السطح وتكون أفقية، هذه هي الرياكشن.